السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يعطيكم العافية حبيبنا المتابعين، رجعنا لكم فيديو جديد وإن شاء الله يكون يوم سعيد علينا وعليكم ويسعد مساكم ويسعد الله أوقاتكم. بتمنى يا إخوان حطونا لايكات كثير بالفيديو هذا عشان نحكي لكم شغلة مرتبة، وهي يا إخوان الطير يلي روح لي امبارح. تمام، الطير روح لي امبارح، هذا اليوم إن شاء الله راح أكشه. تمام، الطير روح لي امبارح، تمام، اليوم راح أكشه، فراح يبين معي إذا إلي هو إلي، وإذا مش إلي فراح يروح لصاحبه، لانه انا ما بين له صاحب لحد الان، بس انا بحكي 90% هسه اجزمت انه الطير الي. الطير الي يا اخوان، الطير الي، تمام، لانه زي ما قلنا لكم قبل هالمره كان يلف لفتين ما ينزل غير بنص السطح، ولما نزل على الارض نزل هان، كان يحاول ينزل على الرفصه القديمه ولكن ما في رفصه قديمه، ولما كان ينزل لما لقيته بنص السطح. تمام، طبعا السطح ما تغير، السطح ما تغير الا بس الخشه انشالت. تمام، سطح جيراننا موجود كان مفسد له لما كنت اكرش فيه، فهذا بيدل شغلات كثيره انه ان شاء الله الي الطير، ان شاء الله الي. طبعا اليوم يا اخوان راح نطيره، ولكن بدنا نفوت مع بعض نطعم الزق ونشوف شو بدنا نطعميها. طبعا احنا امبارح طعميناها، امبارح احنا طعميناها كيف سنة. تمام، اليوم راح نغلف، راح نطعميها على تعالي. طب ليش؟ ما ينفعش يعني تضلك طعميها كرسلة، ما ينفعش تضلك طعميها كرسلة، أول شيء عشان ما تكره العلف، ثاني شيء لأنه العلف أصلاً الكرسلة هاي غالية، إحنا بدنا نحاول نوفق بين العلف يعني القديم والعلف الجديد، يعني بدنا نخلص العلف هذا أهم شيء بعدين بنبلش بالعلف الجديد. بس أنا شو راح أعمل؟ بما إني قلبت أنا امبارح طعمية الصبح كرسلنا اليوم لازم، والمساء خلطة اليوم بطعمي يعني الظهر أو العصر ما بعد العصر، إحنا هسه حاليا بدنا نطعمي خلطة وبالليل راح نطعمي كرسل. شوف ما شاء الله الفرخ لسه والله أنا فردي فيها، طلع صلاة النبي مسطوح، صلاة النبي. طبعا الجوز لما باكله بزوده ما في مشكله لما يزوده. تمام، طبعا يا اخوان احتمال كبير احدى اللايفات اللي بعملها المساء اربح 6 أو 7 جواز، 6 أو 7 جواز، فيا اخوان اللي بحب يربح جواز او شيء يفوت يحضر اللايفات، لايفاتنا بتبلش ما بعد الساعه 9، ما بين 9 وال10 وال11، يعني لا حتى 9 لا، ما بين 10 وال11 المساء. تمام يا اخوان، عندنا ضروريات، عندهم فرقين، نشوف الفرق بس لانه مفدس جديد كيف صحتهم ويقينهم ما شاء الله بالله عليكم يا البراميلة، بالله عليكم يا البراميلة. أمام الخشنة دائما جعانة، دائما مطلوعة. بحاول يعني ازيد لهم غلط، طبعا عندنا هدول هيك امورنا. تمام، طبعا الفحل، الفحل اخذ الطيره هذا اللي اسمه الملح الاحمر، الفحل اخذ الطيره على ما يبدو لانه قاعدات مع بعض تحت، وبدنا نحكي لكم عن علامات، عن علامات كيف الفحل اخذ الطيره، يعني كيف اعرف انه الفحل اخذ الطيره، لانه في ناس حكى معي عن الموضوع هذا، ومنهم اخونا مالك صديقي بيشتغل بشركه زين، بوجه له تحياتي، اليوم حكى معي ويعني الزلمه محترم وانا بعزه الصراحه، حكى لي شويه شغلات عن موضوع الحمام
وكلنا عندنا نقص خبرة. هو مش عنده نقص خبرة ولكن التجربة اللي بتحكم، التجربة اللي بتحكم. أنا ما جربت هيك، فبدي أسأل واحد جرب هيك عشان أعرف، تمام؟ ولكن الخبرة هي هي، التجربة هي شوية بتكون في بعض الشغلات لازم تسأل مجرب، لازم تسأل مجرب. فإحنا عشان هيك رح نمشي مع بعض ونفرجيكم بعض العلامات يلي بتدل على إنه الفحل أخذ الطيرة. أول علامة يا صديقي، الطير بيكون هاي يما، خلينا نحكي هان، هدول الجوز تجويز جديد، اطلعي برا انتي، هدول الجوز تجويز جديد. أول علامة من العلامات يا أخوان تلقى الفحل هادي عن الطيرة، يعني ما بضربها، ما بهوج عليها كثير، تمام؟ ما بطردها من قنه. ثاني علامة بتلقى الطيرة هادية ومرتاحة زي ما شفتوها قبل شوي كانت تأكل، زي ما شفتوها قبل شوي كانت تأكل، تمام؟ ثالث علامة يا أخوان زي ما انت شفتوا هيك الحركة، هاي الحركة هاي ما بتصير بين فحل وطيرة مش ماخدها الفحل، تمام؟ فبتلقاه بمشي حوالينها، بتمشي جنبه. ورابع علامة والأهم أو الخامسة ما بعرف، ثلاثة أو أربعة، إنهم بيكونوا نايمات جنب بعض، أو في كل بأغلب الأوقات بكونوا قعدات جنب بعض، أغلب الأوقات أو أغلب الأحيان قعدات جنب بعض. طيب أعطيني مثال على الطير اللي مش ماخذ طيرة. تعال خلينا نفرجيكم مثال على الفحل اللي مش ماخذ طيرة. شوف 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 كيف مستحيل فحل وطيرة مش مخدات بعض يجتمعوا بمكان زي هيك. شايف المفروض الفحل يذبحها يلحمها هسه، بس هم هو لأنه الفحل ماخذها والطيرة زي فيت له فاتح. طيب أعطينا مثال عن جوز مش مخدات بعض. طبيعي جدا أفرجيك الجوز، هدول طلعوا هدول، هذا لأنه بس عشان الحمام طالع، هذا كان ما بأخذ زاوية هان وهي بتأخذ زاوية هان، بتلقاهم بتهاوشوا دائما أو بتلقاهم بضربوا بعض أو بتلقى الفحل بضربها، تمام؟ فهذه علامة من العلامات. طيب كيف بدي أجوز فحل عطيرة والفحل مش راضي يأخذها؟ طب ما هاي مشكلة عندي كبيرة، يعني أنا بعرف هاي العلامات بس أصلا مش صاير، لأنه الفحل بيضل يضرب الطيرة كثير، لأنه الفحل بيضل يضرب الطيرة كثير ومش راضي يأخذها. طب شو بدي أعمل؟ حطيت له كل طواير الأرض مش راضي يأخذها، أو الفحل مش راضي يهوز يضرب. طيب يكون عندك جن، تمام؟ جن زي هيك عادي، أي جن في العالم بظبط، تمام؟ للفحل اللي ما بيهوز، عشان الفحل يصير يهوج ويأخذ طيرة يعني يبرم، تمام؟ أو في ناس بيحكوا له يفحل ويأخذ طيرة، شو لازم تعمل معه؟ بتزته أربع أو خمس أيام بجن لحاله، جن لحاله، تمام؟ بتزته بجن لحاله أربع أو خمس أيام بجن لحاله، أنت مش مستعد عليه لأنه أصلاً ما بيهوج، أربع أو خمس أيام بزته بجن لحاله. طيب اليوم الخامس بتجيب فحل بتزته عنده فحل حامي، تمام؟ طبيعي جدا اي فحل بالكره الارضيه بعد ما ياخذ جنه او ياخذ علاقته او ياخذ مكانه، لو انه كان يوقف على طوبه ويجي واحد مكانه بتهاوش هو وياه وبطرده، الطبيعي، تمام؟ فبتفوت عليه فحل على جنه، الطبيعي انه يهوج عليه ويضربه ويطرده برا بيته. يا زلمه انت فايت على بيتي، فايت على جني، انت لازم اطردك لاني انا فحل. طيب ما طرده، بدك تحط 90% انه قرر، تمام؟ بدك تحط نحن 70% انه قرر، تمام؟ طيب بعديها مش بعديها، اذا ما تجاوب مع الفحل وظل ينضرب وهادي، بتتركه كمان يومين في البيت وبتجيب له طيره زايفه. طيره زايفه كيف يعني؟ طيره بدها عصفور، يعني اي عصفور وتتجوزه، لو جاجه بتتجوزها، عرفتوا كيف؟ هيك معنى الطيره الزايفه، يعني بدها تتزوج، يعني اي شيء بتتجوز وما عندهاش معنى، تمام؟ بتفوتوا عليها، بتفوتها عليه، ما هوج كبير، ما هوج كثير، طبعا على الاغلب بكون طيره يا معلم، بكون طيره ومش زايفه، عشان هيك ما اخذت الفحل ابغاك. فالافضل لك انك تحطها على فحل ثلاث اربع ايام مع فحل، وبتبين اذا كانت طيره، لانه احنا عملنا معها كل الاساليب اللي بتبين انها فحل وما بينت، فعلى الاغلب طيره، ولو جربت تحط معها فحل راح تزيف وتطلع طيره، تمام؟ طيب فحل اصلا ما بخدش طواير، بضل يضرب الطواير ويطعميها كتلة ويطردها وخلص يتم الحمام إذا بتحطها معه الجن. معك حلين، الحل الأول تجيب تنكة صغيرة، تنكة الزيت هاي، وتحشر هو وياها وتعتم عليهم وتحطهم على الحيط، على الحيط العتمة، يعني تحطهم اليوم المساء تفتح عنهم بكرة الصبح، تمسكهم المساء وتفتح عنهم بكرة الصبح، تمام؟
يعني بنسبه 70% باخذها، تمام؟ هذا الحل الاول. الحل الثاني انه يكون عندك جير زي هيك، بتجيب شكله شبك بتحط الفحل هان بدون سطل ولا اي فخاره ولا اي شيء، بتحط الفحل هان وبتحط الشبكه كبير بين الفحل والطير وبتفوت الطيره هان. يعني فلنفترض هذا الشبك العازل هيو هانا 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 نص الجل، هاي هانا هذا نص الجل، بتحط هيك شبك شبك ايدي هيك، هاي المفروض تكون شبك، الفحل هون والطيره هون بيناتهم شبك. اسبوع زمن بتسيبهم على هذا الحال وبعدين بتشيل الشبك عليها، تلقاه ان شاء الله بنسبه 99% اخذ الطيره. هاي انا اعطيتكم الحلول واتمنى تمشوا عليها وتكون اموركم تمام. خلينا نطلع الطيره برا ونشوف شو راح يعمل. طبعا نمسك الفحل ونزته ونشوف شو راح يعمل. تعايا كبير، تعايا غالي. طبعا هي الفحل يا اخوان اوعى فلت من ايدي. طبعا هذا امبارح يا اخوان، انا امبارح اجاني الطير، تمام؟ امبارح اجاني الطير، هي اجاني امبارح وهسه بدنا نفلته. روح يا كبير. وبين الحمام يا غالي ان شاء الله تضيع، اذا بتضيع بالاحمر. طيب اخوان حبايبي، هسه الطير راح ايش نجرب نفززه ونشوف شو وضعه، اذا انه قاعد ولا مش قاعد. طبعا هي لساته على الرفصه، هي فوق قاعد بحك بحاله. تعي تعي. طبعا لساته مستغرب الطير، حتى الشفر شايفين كيف بهوج عليه. قول له من وين انت يا كبير، اول مره بشوفك عندنا. تعي 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 تعي. يلا خلينا نجرب معه. طبعا يا اخوان الطير فز. تعي تعي مطرف. هيو تعي 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 تعي. طبعا بنسيبه براحته، في معنى الطيرة هاي. تعي 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 تعي. طبعا مأخر بالحمام، هيو شايفينه، بس أموره تمام لحد الآن، أموره تمام، حافظ برمة. تعي 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 تعي. طبعا هسه المفروض ان انا ايش اعمل، اطلع بوز جديد، دباني بواز جديد. افتح لي الباب هذا محمود. ايوه نطلع دباني بواز جديد. طلع جارنا كش، تقول عارف اني احاول ولا قوه الا بالله، مشكلته بكش بلديات. تعي تعي. طلعوا طلعوا بيدك، بس خلوش يفز بعيد. محمود ليش تستنى؟ هات اعطيني اعطيني اعطيني. هبا 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 هبا. طلع والله الفرخ الباكستاني هذا، ذكرت الفرخ الباكستاني كان راح يحط عنا. طب هذا ايش اعمل معه؟ انا اصايد واريح راسي ولا ايش اسوي فيه؟ ارجع محمول، خلي الحمام تحط. طلع طلع طلع. شو اعمل معه انا هذا؟ ايش اسوي معه هذا؟ مين هو اللي بكش؟ كيف هي طايره لحالها يعني؟ كيف صارت؟ تعي 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 تعي. حطت، حط يا كبيره يلا. انا لازم احطط له واضرب له طير واقول له تكشش وانا مطير. وانا كاشش لا تكش، هي حطت له ثلاث. ثلاث. وعين بعض والله، طلعوا طلعوا وعين بعض. طلعن والله راح. هذا راح يجننا فيهم هذا. بس بدي امسك له واحد، بس بدي امسك له واحد. ايوه هي حطن اثنين.